قال وزير الداخلية رئيس المجلس القومي للدفاع المدني الطرف إدريس دفع الله إن مناسيب الانهيار بمحطات الديم والمدني الخرطوم شند عطبرة والدنقلة سجلت منذ السبت معدلات أعلى من معدلات نفس اليوم من العام الماضي. ونوه وزير الداخلية إلى أن الموقف حتى اليوم بكل السودان في خريف العام الحالي بعد حصر الخسائر والممتلكات يشير إلى وقوع 5 وفيات و3 إصابات مع انهيار كلي لأكثر من 1100 منزل من المنازل وانهيار جزئي لأكثر من 1200 منزل. وأوضح وزير الداخلية أنه تم فتح ارتكازات نيلية على بعض مواقع الهشاشة إضافة للمجهودات في التنبؤ والرصد والتحليل والإحصاءات والإرشادات، وناشد المواطنين بتوخي الحيطة والحذر.